فهنا لما جينا عملنا الكونكلوجن بتاعتنا، كان لازم ان احنا نحط هذه الجملة الاستدراكية المهمة جدا، وهي انه صحيح احنا اكتشفنا انه الرينجز دي بتشتغل، ولكن ربما يكون هناك تغير في النتائج اللي طلعت بعد العملية إذا جينا فرقنا ما بين الناس اللي اتعمل لهم العملية ب تانل معمول بالمشرط versus تانل معمول بالليزر. هتقول لي طيب انت ليه في هذا البحث ما عملتش انت المقارنة دي؟ يعني انت مثلا عملت شوية عينين مانيوال وشوية عينين فيمتو ليزر، ليه ما عملتش جدول ما بين النوعين بحيث انك تجاوب بالمرة بقى على السؤال ده؟ يعني انت ليه قلت ان السؤال ده is yet to be studied، لسه المفروض يدرس فيما بعد في المستقبل في دراسة اخرى؟ هقول لك ده من برضه مثال على حاجة مش هتبقى متقالة في abstract، لكن هتبقى متقالة في الفول تكست بتاع البيبر. السبب ببساطة شديدة هو انه عدد المرضى اللي اتعمل لهم ليزر هنا، اعتقد اذا ذاكرتي ما خانتنيش كانوا 5 عيانين بس، ولكن باقي العيانين كلهم هنا كانوا اتعمل لهم المانيوال ده. فكان عندك حوالي 24 عين معمولة مانيوال و5 عيون بس معمولة فيمتو، فالمقارنة ما بين 5 و24 لم تكن لتصح، وما كانش هيطلع لك نتيجة حقيقية لو قارنت 24 عيان versus 5 عيانين. لازم تقارن بأرقام متقاربة مش أرقام متباعدة زي كده. الحاجة التانية اللي قلناها هنا إنه the effect برضو of different ring sizes is yet to be studied. ليه؟ لأن الرينجز اللي احنا بنزرعها دي في الحلقات المفروض إن هي ليها مقاسات مختلفة. يعني في رينجز هتلاقيها 180 درجة مثلا زي دي، هو شكلها كده على 180 درجة، وفي رينجز تانية هتلاقيها عدد أقل مثلا من الرينجز، يعني مثلا أقل من الزاوية، يعني حوالي 120 درجة مثلا، وهكذا. القياسات المختلفة دي هل ممكن إنها تؤثر على نتيجة العملية؟ أه طبعا في احتمال كبير إنها تأثر. طب ليه احنا ما عملناش حاجة زي كده؟ أولا العدد ما يساعدناش، 29 عين مش هتقدر تفصص جواهم وتقسمهم إلى مجموعات أصغر وتقدر تطلع بنتيجة كبيرة، وبالتالي فضلنا إن احنا نخلي حاجة زي كده في دراسة مستقبلية علشان نعرف فعلا هل هناك، وده هيبقى الـ purpose بتاعها بقى، إنك to evaluate the effect of different ring sizes of intrastromal corneal ring segments على الـ visual والـ topographic outcomes بتاعت عيانين الكيراتوكونس والبوست ليزك اكتيزيا. يبقى دي paper جديدة في المستقبل، ودي كمان paper تانية جديدة في المستقبل. خلاص يبقى ده كده التوضيح ليه كان مهم أوي نحط هذه الجملة الاستدراكية أو الجملة الاعتراضية. وهنا نبقى شرحنا إيه هي الكونكلوجن بتاعت هذه الاستادي. المفروض إن الحد هنا كان الأبستراكت ده يبقى خلص في أغلب الجورنالز الموجودة في الدنيا، ولكن في جورنالز بقى من ضمنها هذا الجورنال زود هنا حتة الفاينانشال ديسكلوجر. كل الجورنالز بتكتب الفاينانشال ديسكلوجرز، ولكن مش كلهم بيحطوها في الابستراكت زي الجورنال ده. طيب ايه هي قصة الفاينانشال ديسكلوجر؟ ببساطة شديدة هنا المقصود من هذه الجزئية او هذا العنوان الجانبي هو انك تعبر ببساطة اذا كان اي من المشاركين في هذا البحث قبض فلوس علشان خاطر يعمل هذا البحث. هتقول لي طيب يعني هنا none of the authors has financial or proprietary interest in any material or method mentioned. ايه المقصود من الحكاية دي؟ كل يوم كل شركة من شركات القطاع الطبي او القطاع الدوائي او الشركات المهتمة بالصحة العامة، اي شركة فيهم بتبتدي انها تصرف على منتجات جديدة بتعملها، سواء ادوية او اجهزة او ادوات جراحية او وبتبتدي انها دي بالنسبة لها منتجات بتبقى عايزة انها تسوقها. فعلشان تسوقها وعلشان خاطر تاخد تصريح بان هذه الادوية فعلا بتشتغل او هذه الاجهزة بتشتغل، لازم يكون في evidence موجود مع الشركة دي. طيب الـ evidence اللي معاها هيكون ايه؟ هيكون research study. طب تجيب research study منين؟ حاجة من الاتنين، يا اما يكون عندهم هم research team موجود في الشركة عندهم، أو إن هم يجيبوا حد من academic institute جامعة يعني أو research center. لو هم عندهم research team هيعملوا الستادي
وهيحاولوا ينشروها في جورنال، واحتمالات ان هم ينشروها احتمالات ضعيفة. ليه؟ لان الجورنالز بتبص على اي حاجة جاية من الشركات على ان هي حاجة غالبا بتهدف للربح، فالجورنالز بتقول لهم لا. فيبقى الحل ايه؟ الحل ان هم يروحوا لناس شغلتهم ان هم ينشروا ابحاث بدون ما يكون ليهم مصلحة مادية فيها، فيروحوا على الجامعات، يروحوا على طول لأي دكتور مشهور أو أي عالم ويقولوا له إحنا عاوزينك تاخد هذا الدواء أو إنك تاخد هذا الجهاز، وتبتدي إنك تعمل بيه ريسيرش ستادي، والنتائج اللي تطلع you are يعني okay to publish it. طبعا النتائج بتاعت هذا الدواء أو هذا الجهاز لو طلعت نتائج إيجابية الشركة دي هتستفيد، لأن النتائج طلعت إيجابية، اتنشرت في بحث في جورنال محترم، هيجوا ياخدوا تصاريح من وزارة الصحة في البلد اللي عايزين يسوقوا فيها هذا الدواء أو المكان اللي هم عايزين يبيعوا فيه هذا المنتج، وهيقدروا إن هم يزودوا مبيعاته. طب افرض إن النتائج اللي طلعت كانت نتائج نيجاتيف، في الحالة دي هم ما خسروش حاجة، لسه الدواء أو الجهاز ده منزلش الماركت، مجرد إن هو اتعمل عليه ريسيرش ستادي قالت إن هو ما هوش شغال أو هو أي كلام، هيدفنوا هذا البروجكت وانتهت القصة على كده قبل ما يتكلفوا ماركتينج ويتكلفوا انتاج وتوزيع وهكذا. طيب ايه علاقة بقى الكلام ده كله بالفاينانشال ديسكلوجر؟ علاقته انه انت لو كنت واقع في القصة دي وطلعت نتائج ايجابية، لازم تقول ان انت اخدت ريسيرش فاندينج من هذه الشركة، او اكتر من كده ان انت ليك اسهم في هذه الشركة، بحيث ان انت مستفيد من ان النتائج الدواء او الجهاز كانت ايجابية. هتقول لي طب الجورنال عايز يعرف معلومة زي دي ليه؟ عايز يعرفها عشان يحطها للقراء، لان انا كواحد قارئ ولقيت بيبر زي دي منشور انا شيرها واحد زميلي وبيتكلم فيها عن رينجز جديدة انا عمري ما جربتها ولا سمعت عنها، ولقيته بيتكلم عن قد ايه هي رينجز هايلة وعظيمة وكل حاجة فيها يعني 5 ستارز، لكن ألاقي إن هو he's getting funded by the company that produced this invention، أو إن هو واحد من أصحاب هذه الشركة أو بيخفي أسهم أو في الحالة دي أنا النتائج دي لما أقراها هقراها بحذر شوي، يعني هتحسس مسدسي كده وأقول لا أنا شاكك في الكلام ده، قد يكون الكلام سليم وفعلا الرينجز دي هايلة، وقد يكون الكلام ده في نوع من التساهل كده وانه ممكن ما يكونش زميلي مشي على الجايد لاينز كويس وهو بيعمل الاستادي دي علشان يحابي للشركة. هتقول لي طيب افرض انه عمل كده، مش دي تبقى جريمة؟ هقول لك هي تبقى جريمة طبعا، ولكن اللي بيحصل في الاحوال دي انه لو انت اشتغلت في حاجة وطلعت النتائج بتاعتك نيجاتيف بس انت قررت انك تنشرها على انها بوزيتيف، تكذب يعني، اللي بيحصل عادة في محيط البحث العلمي ان انت لما بتيجي تنشر عن اي حاجة جديدة اول ما بتنشر الفيرست بيبر على طول بيطلع بعدها سيل من البيبرز الاخرى اللي بتتعمل على نفس ذات البيربس ونفس ذات البروجكت علشان خاطر تعمل حاجة اسمها validation. يعني ايه validation؟ يعني تؤكد النتائج التي اكتشفت في هذه البيبر. وطبعا المسألة دي بتبقى اكتر لو انت كنت عامل مثلا البيبر بتاعتك على عدد عينين صغير، يعني انا دلوقتي عامل البستار دي على 29 eyes 29 عين. افرض بكرة جه واحد منكم وقام عامل نفس ذات الاستادي بس على 100 عين، الاستادي اللي هتتعمل على 100 عين هي اللي هيتاخد بيها وهي اللي الناس هتثق فيها وهتنفذ اللي مكتوب فيها، والاستادي بتاعتي انا دي هتروح في غياهب النسيان لان بقى في استادي تانية اجدد ومور ابديتد وعلى عدد عيانين اكبر واتعملت بشكل احسن. لو الميت عيان بقى اللي في الاستادي دي نتائجهم قالت انه الرينجز دي ما بتشتغلش، في الحالة دي زي ما قلت الناس هتصدق البيبر دي وهتكذب البيبر دي. فبالتالي لو في واحد باحث قرر ان هو يكذب ويقول على دواء او جهاز او رينجز او انها بتشتغل وهي في واقع الامر ما بتشتغلش، مش هيلحق يتهنى بالكذبة دي كتير
لأن في خلال أقل من سنة هتطلع بيبرز تانية تحاول إنها تعمل مسألة الفاليديشن دي، فبالتالي هتكتشف إنه اللي هو بيقوله ده ما هواش صح ولا حاجة، أو إن هو ببساطة اكتشفوا إن النتائج اللي هو لقاها ما كانتش نتائج قريبة للحقيقة، لأنهم يا إما عملوا على عدد عيانين أكبر أو على نفس عدد العيانين بس قرروا إن هم يشوفوا population تاني أو شكل تاني أو حتى نفس ذات الاستادي مرة تانية، واكتشفوا إنه النتائج عكس اللي الراجل الأولاني لقاها. فبالتالي قصة الكذب دي ما بتنفعش حد علشان يجربها. هتقول لي طيب افرض واحد اكتشف مثلا علاج للسرطان، او اكتشف انه في عنده حاجة بتعالج فيروس سي والايدز، المفروض ان هو لو هينشر حاجة زي كده مش هيسمح له ان هو يطبقها على اي مرضى او ان هو يستخدمها في علاج اي انسان، او ان هو لو الحاجة دي كانت انفيزيف سواء كانت ميديكيشن او سيرجيكال ابروتش او ديفايس او مش هيسمح له ان هو يستخدمها بدون ما ياخد حاجه اسمها الاف دي اي ابروفال اللي في امريكا، فود اند دراج ادمنستريشن، او حاجه اسمها الكونفورميتي يوروبيان في اوروبا وما يشابههم في الدول المختلفه. بمعنى ان انا لو جيت اكتشفت جهاز عظيم جدا لعلاج المرضى، لا يمكن هقدر اجربه على عيان واحد من غير ما اخد موافقات كبيرة من الأماكن دي، والأماكن دي مش هتديني الموافقات دي إلا بعد سلسلة من الريسيرش بيبرز اللي أكون نشرتها اللي تؤكد إنه هذا الجهاز يستطيع إنه يعالج مرضى بدون ما يعرضهم إلى أي نوع من الأذى. كل ده أنا كنت بقوله علشان خاطر أوضح لك إيه معنى كلمة financial disclosure وليه مهم إن الناس تقولها وهي بتتكلم عن أي study هي عملتها.